من ضمن الأسئلة، أنا خريج كلية تربية شعبة الرياضيات، وكنت عاوز أسأل هل ينفع أشتغل في مجال البنوك؟ هل ممكن أشتغل في بنك؟ الحقيقة إنك كخريج كلية تربية، سواء رياضية، تربية، أي مكان من أنواع التربية، تربية تكنولوجيا، أي مكان، علشان تشتغل في مجال البنوك لازم تعمل حاجة واحدة. أول حاجة إنك تخلع التوب بتاعك. بمعنى إيه أخلع التوب؟ بمعنى إنك خلاص مش هتشتغل في مجال التربية، شعبة رياضيات أو أي شعبة. كل اللي أنت تعمله إنك تدخل مجالات الإدارة. طب ده هيدخله ازاي؟ هدخل بقى مجال زي الاتش ار، زي مجال الماركتنج، زي اي مجال من هذه المجالات. لما هدخل المجالات دي ساعتها ممكن اشتغل في البنك، لان البنك اكيد مش هيكون عنده قسم تربيه شعبه رياضيات، اكيد ده مش هيكون موجود. لكن الحاجه اللي هتكون فعليا موجوده هو انك تشتغل في اقسام الاداره. طيب هل لو اشتغلت فيها ممكن؟ ممكن البنك يعلن على وظيفه حد عاوز خبره سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، او خبره بقى 10 سنين او كده. انت خلاص خلاص اتخرجت من كلية التربية، خلصت جيشك وكل حاجتك، خلاص قررت انك تنسلخ من مجالات التربية، اشتغلت اتش ار مثلا في شركة صغيرة، بعدين شركة اكبر شوية، بعدين خدت شهادة مثلا دبلومة في الاتش ار، بعدين لقيت البنك عالن على وظيفة اتش ار فقدمت خلاص. اما انك تشتغل في مجال التربية من خريج كلية التربية ده مش هيحصل. ممكن بقى كمان تشتغل سكرتير، يعني كل المجالات دي ممكن تشتغل فيها في مجالات البنوك، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. ولكن البنك مش هيطلب حديث خبرة خريج كلية التربية علشان يشتغل في فروع أو في أي مكان. فأعرف المعلومة دي كويس قوي، ربنا يوفقك ويكتب كل خير. كان معاكم مصطفى عطية، كارير كوتشنج واستشاري التدريب والتطوير. في حالة وجود أي استفسارات شايفني عرض عليها في التعليقات على صفحة على اسمها على الفيسبوك مصطفى عطية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.